السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حدث في مثل هذا اليوم. ها قد وصلنا أعزائي إلى منتصف المشوار وأحداث الحلقة 15، أي أحداث 15 من رمضان. في 15 من رمضان من عام 138 للهجرة، عبد الرحمن الداخل يعبر البحر إلى الأندلس هربا من سيوف العباسيين ليؤسس دولة إسلامية جديدة هي الدولة الأموية في الأندلس. وفي 15 من رمضان من عام 1224 للهجرة، الدولة العثمانية تهزم روسيا في معركة تتريجا ومصرع 10,000 جندي روسي. ومن مواليد 15 من رمضان في عام 1401 للهجرة، ميلاد المنشد ماهر زين. ومن وفيات 15 من رمضان في عام 37 للهجرة، وفاة الصحابي الجليل عبيد الله بن عمر بن الخطاب. وفي عام 383 للهجرة، وفاة الشاعر المسلم أبو بكر الخوارزمي. بهذا أعزائي أصل إلى نهاية حلقة اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة.